الو استنى لسه ما خلصتش. عندكم حاشي كمان؟ في برنجان. عايز برنجان، وهات لي بقى مع الورق العنب الزبادي والليمون وتشيكن بكاتا وباستا اللي هي الاقلام دي بالصوص الابيض والاحمر، ولو في الوان تانيه حط. ماشي استنى بس انا لسه ما خلصتش. الحلو هات لي كيك شوكولات. ماشي. بقول لك ايه، هو صحيح البيكون ده لحم خنزير وكل اللي في المطبخ اجمعه على كده؟ خساره. طب ما تتاخر. عملت ايه؟ طلبت اكل. عملت ايه في الشغل يا بني ادم؟ عرفت لك الكمبيوتر اللي بيحط عليه ملفات الحسابات، وتعرفت على واحد كده شكله باذن الله هيبقى وشه حلو علينا، بس هو محتاج كام يوم كده يفك معاه ويجيبه ويدي معاه في الكلام. انا لسه حصلنا كام يوم. طبعا تهمك ايه، انت عمال تاكل فئات محلوله وخلاص. تهمك حاجه يا عم درويش؟ ما انا طالع عيني طول النهار. بقولك ايه، انا عاوزك تصحصح وتنجز معايا في الحوار ده احسن. انا خلاص خلاص وكتاب الله، خلقي بدا يضيق. ماشي خلقي بدا يضيق. حاضر حاضر. طب انت رايح فين؟ مش هتتغدى معايا؟ الو حضرتك القهوة برد، تحب غيرها؟ لا متشكر قوي، ما تشغلش بالك انت. الو يا بهجت بيه. الله، ده بترد على طول؟ ده التليفون ملحقش يرن يعني. سبحان الله، كنت في بالي دلوقتي والله. اخبار رامز بيه ايه؟ بيسلم عليك وعايز يسمع منك اخبار حلوة. لا اقول له اطمن، خلاص اللحمة استوت على الاخر، عايزك تجيلي بقى عشان ايه نتفق هناكلها ازاي. يا ريت. قول لي فين وانا انزل لك دلوقتي. لا ما ينفعش. بس انت هتقابلني؟ هتجيلي بكره، لان انا عازمك في حفله مهمه جدا. حفله عاملاها وزاره الاستثمار، ربنا يطول في حياتها ويكتر حفلاتها. ظهر الجماعه دول ما شالوش اسمي من قائمه الناس المهمه قوي، قصدي نجوم المجتمع. لك خايم دي لك خايم يعني، لسه حاطين دي اسم مهمين انت عارف. هتيجي ولا ايه؟ بس سعادتك يعني انا ماليش في مساله الحفلات دي. يعني سعادتك شايف يعني ان يعني المكان ده مناسب ان احنا نتكلموا فيه؟ ماشي ماشي يا باشا، نتقابلوا بكره ان شاء الله. ماشي. عموما انا معايا دعوه، شوف ابعتها لك فين وعلى اي الحالات. انا عايزك تيجي معايا، انا ما اعرفش اقعد لوحدي. ان شاء الله. على السلامه.